سوماليا ayaa si kulul u weeraray warbaahinta reer galbeedka kadib markii dhawaantan ay faafiyeen sheekha inuu ku dhintay ama uu si xun ugu dhaawacmay dagaalo ka dhacay bartamaha Soomaaliya kuwaasi oo dhexmaray ururkiisa iyo koox diimeedka ahlu sunna wal jamaaca hadaba shir jaraa'id oo sheekh xasan daahir ah wuxuu maanta ku qabtay magaalada muqdisho oo ay ka qayb galeen warbaahinta noocdeeda kala duwan ayaa waxa goobjoog ka ahaa وريهنا عبد النور مودي على عدالة سجى يا وركن نوجا صدري مجال هذا مقدشو قدوميها أورور ديميت كلاقو مجا عاب حسب الإسلام شيخ حسن ظاهر أويس أي شركة سنجرايد وحا أو كجا ورمي أريما فرب بدن أو كم ذهين مرحلة ذي كلا الدولة أي صامرا حركات كإسلامي جا هي دباتوين كي هذا يجر كور إيمان جري أريما كوس عبد سن دجال هذا أي أورور في سكولوك تلايهين أي كسر أنا يملمهن قيبة كم دا مجال هذا مقدشو هي قبل هذا دحيح ذلك iyo arinta ku saabsan hawlgalka ka dhanka ah burad badeed ee wado beesha caalamka waxaan u sheegay sheekh Aways in si aad loogu najaxay xarakaadada islaamiga ah muddadii ay jireen kuwaas oo uu sheegay in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka ay ka barteen diin wanaagsan iyo in marka loo eego muddooyinkii hore ay dumarku haatan ka asturan yihiin dhacaya cilmigeedii iyo camalkeedii labadiiba iyo fahamkeediiba marka arintaas in la soo nooleeyo caqiidadaas islaamka oo خاصتنا على الصنعة إلا صنعة ولايو وكتبتينا لغا أخيو لغا نجلمو لغو سامعين بسيما عمولانا والله مركا دادكي قرآن كي لبرو لفظي كيسي أو دواي يقان سوماري دي تفسير كيسي لبرو لبرو ما أرتي بحركي محوها سيدي لو مقدم لها دولد نمدي يسيدي ما أرتي دادك لو قاسين لها ودولد إسلامية ما أرتي دادك لو قاسين لها أرمها عاصم شيخ حسن ظاهر أويس هو سيادة أقول عليه إن دتك الصومالية أيهين دت بقول كي بقول مسلمة أو هدنا أهل السنة أيها هدنا تلمامي إن دجال الله سعداء إيه قدن كود الله جو قصبي سيد أورك أقول لك تي على قدك يا أديك لو أنا جينا لو عادي في سنة يوم حللي أي شيء بالك محيي دتك أي سبوق حين لودي دجالك عدو كجوجيو دجالك عدو كجوجي هذا هو مركب بني آدم فوق الجركة هاتو وست طبيعي إلهي بسم الله هدي على الصوت قالوا وش كذي فاعل قالوا هذا اللي يقعد فقط يرتي بلك واجب وما دنا مرك على الصوت إحنا لو غير استفاع الوضع الله شيء سك طبيعي يوم أما دي مرك استفاع دي إلا قدني ومرك وما دي إلى يلا استدنا يسر وتكتيك ومارت إعلامي وخطرة وعن سلية كل جين وكتن بشر أنت ناس جسر هرجت غالبا وكتن بشر وانا هم وهو يعني مركا ذاتك قحيد دو ذي وهم دو ذي وحا صورنا مركا لصوع عرضنا يو وحا هو عرضنا يا وهو يعني نمنكا مقاومة ذاهي مقاومة إلي كجوجيان على شيء وعن انت سيكو سيدر الشيغا ويس انا يدقال ذا نيهين كو ابابلون او اسدبتحان الا ايو مقال ذا نيويوك هل كاسو او شيغا انا خلالي كتاها جمعي دو قرومها كده حيساهي اذا ماذا امسون ايه جوغا مقدشو ايه وليبا وقت او سي كردية هاد ايه قورالي dagaalku waa dagaal aad u khatbay sababtoo midii aan sheego sharciga ahayd iyo midda danta ah oo wax weyn marinta cadowgiiba uu maanta wadankii joogo oo aad arkaysid billaahi calaykum waxbaa iyo abuwaay wax weyn ha akaal gudaya maxabad aake markaas aan boqol madfac lagu soo tuuray dadka boqolkaas madfac meel nin oo maanta muqaawamaha joogo lagu tuuri maa shacbiya lagu tuuraa bimacnaa marka ninka xabadaas rasaas ah lagu riday وحويا شعبك ينك مقاولة واسعو من الوقت مكا مدفع عن عندي ورهو وضدك اسكم من هابو كعوة شيخ اويس مر وكاه اللي يهرنت لا دقال لنك برعاد بلادة وعوش شاقين ودى مدر هاد قلبيتك مراكيب تودو جوغان بدا صوماليا ايهين كوي مكي وربا ابابولي اما ابوري برعاد دبادها وجدد ودنا وحايتا هاي بويري اني برخيق اوسو قدبان سيأي دالك اول قليان استعمار عصب شاق مر وكاه اللي يحلك دباتات الصوماليا وعاوش شاق إنا إساق أولم موقته إن صوماليا اللي يسود دايو ولا غيد وجيه فرقلينتا إساق أمم بسانا حسي إن لقوا أنتو بنظام كا 4.5 وعاوش شاق إنا وحسيد دومين أيو شاق حسن ظاهر أويس قدوميها أوروكا حزب الإسلام أي شركي سنجرايد وحاو كسوا بيغي يدو دوان إساق بحيين ولا شاق إياه إن شاق حسن ظاهر أويس geeriyooday ama ugu yaraan u dhaawac ka soo gaaray dagaal dhawaan ka dhacay deegaanka Wabxo oo ka tirsan degmada Ceelbuur dagaalkaas oo dhexmaray ciidamada ururkiisa iyo kuwa ay leeyihiin ururka Ahlusunna Waljamaaca
شاكو انكستو وانو كهل لنهرين تعين كاسا ايه حدنا وحا امو قد نخل كشركي سنجرائيد مدعو كبان تاينا يوحي ماس ايه قاه عدنور مودي العدالة